السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفات من كوزينتي. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، صيامكم في الجنه. اليوم ان شاء الله على بركه الله راح نشوفوا في كوزينه لاباط فويتي. راح ندير لكم لاباط فويتي. لهذا لاباط لازم منا 250 غرام نتاع لا مارغارين نتاع الفويتاج، مارغارين نتاع الفويتاج. لازم منا زوج مغارف تاع لا مايزينا، لازم منا مغرف ونص تاع الخل، ولازم منا 500 غرام تاع لافارين. انا درت 250 في هذا الطاس نتاع لابر، وراح نزيد 250، يعني 500 غرام فارينه، 250 مارغارين تاع الفويتاج، زوج مغارف تاع لا مايزينا، ومغرف ونص نتاع الخل، الخل الابيض. وعندنا لهنايا في الريسيبيون قرصه نتاع الملح. نبداو على بركه الله نحضروا لاباط نتاعنا. نحط هذيك 250 غرام تاع الفارينه، نزيد 250 هكذا. انا حطيت 250 زيد 250، يعني 500 غرام تاع فارينه، هاي 500 غرام تاع لافارين. راح نضيف لها جوج مغارف كبار نتاع لا مايزينا، نضيف لها الخل مغرف ونص نتاع الخل. كنا حطينا لا بينسي دو سيل، دوك نجمعوا هاد المقادير، خلطوهم ونجمعوهم بالماء، بالماء دافي. هذه نحضروا لاباط قبل. بسم الله نبداو نجمعوا هذوك المقادير، غير بلا قل نفرغوا الماء. راح نجمعهم كامل حتى تولي عندي اون بات ليس. هاني جمعت هذيك لاباط، دوك نحطوها على لو بلون دو ترافاي، نخدمها شويه بعد الايطالي فوقا هذاك ديك المارغارين. نخدمو مليح لاباط نتاعنا لو بلون دو ترافاي حتى تولي ليس. غير هكذا نبداو نجيبو فيها باش تولي ليس. أضفنا هذيك لا مايزينا، هذيك لا مايزينا راح تساعدنا على التوريق. ديجا لاباط كي بديت نلون فيها مع هذاك الخل، بدا لو فويتاج قبل ما ندير هذاك لو بوغ. لا مايزينا عندها دور كبير. شوفوا لاباط كيفاش تولي ليس. دوك رايحين نديرو شويه تاع لافارين في البلون دو ترافاي، وراح نحلوها بالحلال ونيطالو عليها هذيك لا مارغارين. بسم الله نبداو نحلو هذيك لاباط، نحلها كامل كاع في لي كوتي. هذه هي لاباط بعد ما ايطاليتها، فوالا ها هي لا لارجور اي لا لونغور اون فورم دو ريكتانغل. دوك راح نقطع هذيك لا مارغارين كامل ايطاليها على هذه لاباط. بسم الله نبدا نحط لي مورسو تاع لا مارغارين كاع على هذيك لاباط. هادي لا مارغارين تاع الفويتاج، كاين بزاف انواع، كاين لذيذ، كاين بزاف انواع، كل واحد واش يبغي يستعمل. راح نكملها كان ايطالي كامل هذا المارغارين على البلان على لاباط الفيرا. انا ايطاليت كامل هذيك لا مارغارين على هذاك هذيك لاباط. رايحين نغلقوها. بسم الله
يعني جبت لي دو كوتي ولا خليتهم هنا في الوسط، جمعتهم في الوسط. دوك راح نجيبو من، لازم نحطو مليح لافارين على البلون سينو يتغبلنا لاباط كي نبداو نفاصونو فيها. راح نجيب هذا هكذا، راح نجيب هذا فان هكذا، فوالا. هاني جبت هذوك لي كوتي لي كانو في الاطراف من الوسط، ومن بعد كي جمعناهم جبنا لي كوتي لي منا تاع العرض تاع الطول هما اللون، من بعد تاع العرض. هذه هي، راح نحلها شويه بالحلال. راح نزيد نجمع هذه هكا، راني زدت حليتها اون فورم دو ريكتانغل. راح نزيد فن نجيب هذوك لي كوتي هكذا، فوالا. نزيدو نحلوه، هذه اخر الاخر. دوك نزيد نحلها مليح بالحلال. راح نزيد هذا لوكوتي منا، فوالا. لا بات فيتي بعد ما حضرنا هذه هي، دوك راح نقسموها ونشوفوا لو ريزولتا تاع لو فيتاج. نقسموها اون دو، رايحين نحتفظوا بالبعض منها في الكونجيلاتور. لازم لا بات فيتي تحطوها في الكونجيلاتور باش ما تعفنناش وما تخسرش. ما غير انا دايرين لها ان كونسيرفاتور ناتوريل. ها هو الفيتاج تاعها، شوفوا ما شاء الله كومبيان دو بوند، شوفوا شحال الفيتي. هذه وصفه من كوزينتي، ان شاء الله تكون عجبتكم. فوالا هذيك لا مايزينا معذرة، لا مايزينا اللي درتها هي اللي راح تخفف لنا لاباط وراح تخليها الفيتاج تاعها يجي شباب. ديجا كي تبداو تلونوا فيها يبان لكم هذاك لو فيتاج. والخل نديروه سي ان كونسيرفاتور ناتوريل. هذه هي لا بات فيتي، نقسموها اون دو، نزيدو نقسموها اون كاتر. نستعملو غير بالكميه، انا راح نستعمل كميه ندير بها مملحات. فوالا هذه هي. الى الملتقى مع وصفه اخرى من وصفات كوزينتي، ان شاء الله تكون عجبتكم لا بات نتاع اليوم. نبقى لي نقول لكم بقاو على خير، تهلاو في رواحكم، ما تنساوش جيم وتابونو. الى اللقاء. راني قسمت هذيك لاباط، حطيتها في، قسمتها اون كاتر، خليت الكميه اللي نحتاجها هذه هي، والباقي نديروه في ان فيلم اليمونتير ونحطوه في الكونجيلاتور. كل ما احتاجنا نجبدو كميه. هذه هي الوصفه تاع اليوم.